هذا الحفل الذي تم فيه توقيع احتضان المكتبة الوطنية لخزانة كتب المرحوم محمد أركون. تعلمون أن محمد أركون شخصية ثقافية فكرية علمية معروفة جدا على المستوى الإنساني وليس فقط على المستوى المحلي، اهتم بالفكر الإسلامي العربي وحاول أن يقدم مجموعة من الطروحات والآراء، نتفق أو نختلف معها ولكن يبقى محطة من المحطات الفكرية الكبيرة التي عرفها الفكر الإنساني المعاصر. المكتبة غنية تفوق 5000 كتاب بالإضافة إلى أرشيفه الأدبي والذي سيكون مفتوحا لعموم الباحثين والقراء والدارسين، كما ستقدم أيضا بموازاة ذلك بعض اللقاءات والندوات التي تلقي الأضواء الكاشفة على بعض من فكره. ومحمد أركون أحب المغرب وأوصى قبل مماته بأن يدفن في المغرب، لذلك فصاحب الجلالة أعز الله أمره أعطى تعليماته للقيام باللازم وأرسل رسالة لزوجته ليؤبنه فيها، وأصبح محمد أركون بالإضافة إلى محبته للمغرب ومعرفته وصداقته بمجموعة من المثقفين كما رأيتم مع الأستاذ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أيضا مع الأستاذ دريس اليازامي رئيس الجالية مجلس الجالية، بالإضافة إلى أساتذة آخرين في الثقافة وفي الفلسفة وفي الإسلاميات كانت تربطهم به روابط وثيقة جدا على غرار نخبة من الإخوة في المغرب العربي الذين كانوا يسعون لطرح الأسئلة من وإعادة النظر في النظريات الاجتماعية الإسلامية من أجل تطوير الفكر الإسلامي ليصبح مساهما في ثقافة الإنسانية المعاصرة. من بعد الموت ديالو كان عندي عدة حلول، أما نبيعها للناس ديال الشرق أو فرنسا أو روسيين مسلمين، وانا فضلت نجيبها للمغرب لانه بصفته بغى يتدفن في المغرب وكان مجوج مع مغربيه، هذا كان احسن حل. من بعد جلاله الملك عطى الاوامر ديالو باش تكون هاد المكتبه ديالو في المغرب وتكون مفتوحه للباحثين مغاربه وغير مغاربه. هذه تقريبا 5000 كتاب و7000 مجلة علمية، هاد الكتوبة كلهم غادي يكونوا مسجلين في واحد اللائحة بأن هذا ديال الأستاذ محمد أركون، وغادي تكون في لو سيت ديال لافونداسيون، والناس بحال دابا غادي يطالعوا بأن كاين واحد الكتاب فلان فلاني كاين في هاد المكتبة، غادي يجيو يطالعوا عليه وعندهم مكان هنا فين يمكن لهم يطالعوا وكل شيء. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.